عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أذن على بركة الله وتوفيقه أيها الكريم أيها المتابعون، متواصلين بإطلاق أشواتنا من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الشوط الثالث بترتيب العام للمشاركة يعتبر أول أشواتنا للجعدان المحليات الأصيلة للسن الإذاعة. التوفيق للجميع، ولكن لنا عودة بالتهاني والناموس. تابعنا الإشعار الاقتصادي الذي قدم نقطتين بأشواط الإذاعة وكان بأشواط اللقاية له الحظ الأجمل بالإنجاز. تهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري نسير برحلة الجعدان الذي تمت إعلان انطلاقتها منذ قليل. أسماء جميلة تشارك. أعود مباشرة مع الوسمي الذي بدأ يتقدم. إذن عيد بن محمد بن أحمد المزروعي يسير بن محمد إلى الصدارة. أول افتتاحية أشواتنا المعترك لفئة الجعدان المحليات الأصايل، سلالة غنية جميلة. نتمنى التوفيق المزروعي. أعود إلى المستوى الثاني، عودة حميدة إلى المستوى الثاني. بتابع بتعرف أخذ مسعف الذي قادم، هناك من يرافقه ويتابعه. إذن ذيبان بن علي بن محمد المنصور يتقدم أبو علي إلى المستوى الثاني والمركز الثالث. أسير مباشرة مع مشعل الذي قادم. عبد المحسن بن ناصر بن سفر الذي يتقدم بهذا الشعار المعتاد. المركز الرابع، وصلنا إلى الوسمي الذي قادم بكل قوة يرافق أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. الشعار الوسمية الذي قدم ابتداعات كبيرة. نتمنى التوفيق للجميع. أعود إلى المستوى الخامس، عودة حميدة إلى المستوى الخامس. وصل مياس لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري الذي يتقدم بهذا الشعار الذي بدأ يضيف لنا هذه السجلات. المركز السادس، وين وصل رعد محمد بن راشد بن محمد المنصوري بن فريوه المنصوري يتقدم هنا براشد عبر هذا المسار الجميل. هكذا كانت النتيجة، هذه الأسماء المشاركة. ولكن وين عود ابن يا محمد الخضر، عودة حميدة إلى مقدمة الشوط، إلى أشعار المزروعي الذي انفرد منذ بداية الشوط. والله ليس مستغرب، يملك سلالة غير سلالة، سلالة الوسمي، سلالة 100% الذي تعطيك لبذة إلى مقدمة المسار. هي تعرف النواميس، تعرف الانتصار. إذا شد حيلك يا أبو محمد، الأقرب لسكار البداية. أما المركز الثاني، عودة حميدة، وصل هناك أبو علي يرافق لنا. إذا هناك المالك ذيبان بن علي بن محمد المنصوري يتابع المركز الثاني حتى ذي اللحظات، يتقدم مع مسعف الذي واصل. أما المركز الثالث يحمل الرقم 3، يتقدم عبد المحسن بن ناصر بن سفر الذي يقود هذا المسار، يسير شعارا متميز. المركز الرابع، وين عود ابن إلى رعد، يتقدم بن فريوه المنصوري من موقع إلى موقع. يبقى الناموس يسلم على ميدان أسوحان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد
رحمه الله، نتقدم إلى بقية الأسماء، نعود إلى مركزنا الخامس، عودة إلى ميوس لسعادة فرج بن علي بن حموجة الظهري، والمركز السادس أعطنا جولة إلى الوسمي الذي قادم بكل قوة يرافق أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. هذه النتيجة، ولكن بقية الأسماء، بقية الإشعارات الذي لم تحضر لها النداء، عود بنا إلى المثلث الثلاثية، عود بنا إلى صراع البداية، من يتغير؟ مسعف الذي بدأ يطير، ولكن هناك رعد الذي بدأ يرعد، الذي بدأ دق الطبوق الانطلاق الأول، بدأ يطير إلى الصدارة، يرافق رعد محمد بن راشد بن محمد بن سعيد بن فريوه المنصوري، الذي بدأ يطير إلى الصدارة، بدأ يتحكم بالقبض إلى البداية، روح يا ابن فريوه، روح يا المنصوري، آل سويحان الذي يطالبونك بالناموس، المركز الثاني، هناك الذي قادم، مسعف يا مسعف، ذيبان بن علي بن محمد المنصوري، والمركز الثالث، وصل شاعرنا المتميز مشعل الذي واصل على المستوى الثالث، عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري، يتقدم شاعرنا، يتقدم بناصر من موقع إلى موقع، ولكن الوسمي يا أخواني، الوسمي قادم، السبوسي قادم، والله خطير للغاية، خطير للغاية، راقب المستوى، أرصد لي هناك مشكور، أشوفه من خلال الأشعار، وصل الرميذي محمد بن أحمد، الرميذي الذي قادم يحمد الرقم واحد، الكيلو الأخير، روحنا يا ابن فريو، روحنا عن الكيلو، روح يا المنصوري، ولكن مشكور، مشكور الذي واصل، مشكور الذي قادم، يرافق محمد بن أحمد بن عبد الله، الرميذي، المركز الثالث، وصل هناك، الغدوم تحرك، من يرافق المستوى، ذيبان بن علي بن محمد المنصوري، المركز الرابع الوسمي، أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، المركز الخامس، الأشعار الاقتصادي مياز لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، من الجانب الآخر عندك عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري، ولكن وين؟ وين يا اخواني؟ وين مشكور؟ وين؟ عصاته في بطانه بدون أوامر، روح يا ابو احمد، روح يا محمد بن احمد، يا الرميذي شد حيلك، ممثل السمحة، ولكن وين؟ ابو ناصر واصل، أبو ناصر قادم بقوة، الشاعر المتميز على المستوى الثاني، أوه عود إلى الصدارة، راغب لي الصدارة، ما شاء الله، الله الله الله، يبدوني ما كذاك طعم الهزيمة، ما كذاك طعم الهزيمة، الله، سلام أبو أحمد، سلام محمد بن أحمد بن عبد الله، الرميذي أصغر مالك، أصغر مالك يشاركنا بالرياضة، سلام للسمحة، السلام، تهانينا، والناموس لمالك مشكور محمد بن احمد بن عبد الله، الرميذي يصل بمقدمة الانتصار، المركز الثاني عندك عبد المحسن بن ناصر الهاجري، والمركز الثالث على ما اعتقد عندك يا ابو العضيلي من خلال الاشعار احمد بن محمد بن العضيلي العامري، والمركز الرابع، اذا باخذ مركزنا الرابع يحمل الرقم 6، تهانينا لمالك الوسمي احمد بن علي السبوسي، يعني المركز استوها الرابع، اما المركز الخامس مياس لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري، والمركز السادس يصل فيه ذيبان بن علي بن محمد المنصوري. التوقيت 7:44، تهانينا وناموس، وشكرا يا ابو احمد محمد بن احمد بن عبد الله الرميذي على هذا الابداع المتميز.